يحدث في العراق أن يكون الاسم بحد ذاته تهمة لا لشيء إلا لتشابهه مع اسم مشتبه لدى السلطات الحكومية. مشكلة تشابه الأسماء تضاف إلى ما يعانيه العراقيون من تضييق القوات الحكومية ومن في ركابها، فعلى الطرقات ومداخل المدن تمثل السيطرات إحدى العقبات التي يصعب اجتيازها، فإما تمنع من الدخول وفقاً لمزاج منتسبي السيطرة أو تقاد إلى السجن في حال وجود تشابه مع اسم أحد المطلوبين في قوائم القوات الحكومية المليئة أغلبها بوشاية المخبر السري سيء الصيت. حقيقة احنا بنعاني من مشكلة، وهي مشكلة تشابه الأسماء. يعني هذه المشكلة سببت لنا يعني الكثير من المشاكل. أنا وين ما أروح، أنا بالمحافظة صلاح الدين، وين ما أروح أي سيطرة يشوفون اسمي مشتبه به راح يعني يبقوني، وأظل تقريبا لمدة تتأخر نص ساعة إلى ساعة يبقوني يحققون وما أعرف شنو. صعوبة هذا الموضوع تظهر جليا في التعاملات مع الدوائر الحكومية أو إجراءات السفر أو حتى وصول الطلاب لمدارسهم، كما حدث مع الكثير منهم في محافظة صلاح الدين. حقيقة موضوع تشابه الأسماء يخلق معاناة كبيرة وكثيرة للمواطنين، وخاصة في مدخل مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. في هذه الأيام كانت أيام امتحانات، يعني خلق مشاكل كبيرة وما أدى إلى بعض الطلبة أنه يتركون يذهبون إلى أداء الامتحان. هذه المعاناة دفعت الكثير لاستخراج أوراق من القضاء تثبت أنهم غير مطلوبين، لكن حتى هذا الإثبات لا يؤخذ به ولا يشفع في بعض الأحيان. بالنسبة لمشكلة تشابه الأسماء صارت مشكلة أزلية، مثل مشكلة الكهرباء، مشكلة الخدمات اللي يعاني منها العراقيين كلهم. يعني أنا عندي صديقي مثلا عنده تشابه أسماء، شاف الويل من 2003 لحد ما صارت هاي موضوع البطاقة الوطنية، ولما طلعت البطاقة الوطنية طلع هو أول واحد طلع بطاقة وطنية، وراحوا بسيطرة السامرة هم لزموا تشابه أسماء، وإحنا كليتنا أسماء حمد وحمود ومحمد ومصطفى وعمر وحسن وحسين. بينما يرى الكثيرون أن هذا الأمر ذريعة جديدة لزج الشباب السجون، لا سيما في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، فإن أخطأك المخبر السري أو تركتك الميليشيات فعلى الغالب سيكون الاسم هو التهمة لإلقائك في سجون أقل ما يقال عنها أنها مقبرة أحياء.